انا اروج لكم جزاك الله خير بارك الله فيك كيف حد يصور شو هنا قبل الشيخ شو رايك فيها ها خير ما نستهل به حفلنا هذا آيات عابرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ عبد الله العنزي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. عمل مدرسا ومشرفا وإداريا بمدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين لمدة 10 سنوات، كما أنه عمل مشرفا على دبلوم القيادة التربوية ضمن برنامج وزارة التربية والتعليم والذي يتم طرحه للمعلمين المستجدين لمدة 4 سنوات، وعمل أخصائي مسابقات وظائف بإدارة الموارد البشرية بقسم مسابقات الوظائف ضمن كادر وزارة التربية والتعليم منذ 2008 حتى العام 2015، كما أنه عمل في الإعداد والمشاركة لبرنامج المسح السكاني والتعداد لسنة 2010 بالجهاز الوطني للمعلومات، ومشاركا في الدورة التدريبية المكثفة للتطوير المهني لمعلمي ومشرفي وزارة التربية والتعليم والتي أشرف عليها مكتب التربية العربي لدول الخليج في عام 2014، وله العديد من المشاركات والإسهامات التي لا يتسع المقام لذكرها، ونترككم الآن مع كلمة لمرشحنا فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، ضيوفنا الكرام، أيها السند والعزوة، أيها المساندون والماضون على نهج القيادة في مشروع الإصلاح الوطني الشامل
على امتداد ساحات وطننا الغالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على الخيرين من أبناء الوطن الحبيب. السلام على الصدق والشرف والرجولة والوفاء. السلام على بحرين الخير والعطاء. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، بكل معاني الفخر والاعتزاز نستقبل هذه الجموع الخيرة التي أتت مقرنا الانتخابي لتشكل حالة وطنية شريفة عزيزة يفخر بها أبناء الوطن المخلصون. نعبر بكل شرف عن موقف انتخابي لاستكمال حلقة دستورية من حلقات ميثاق العمل الوطني الشام، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من خلال انتخابات أعضاء المجالس النيابية والبلدية في دورتها الخامسة، والتي تنتظرهم مسؤوليات جسام تتطلب منا جميعا التدقيق والتمحيص قبل اتخاذ القرار باختيار من سيمثلنا. أما ونحن ننتظر بفارق الصبر ذلك اليوم الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، فنحن نتطلع إلى ثقة غالية تولون إياها لنتقدم إلى موقعنا مدعومين بصدق مواقفكم ونبل مشاعركم لنحاول أن نسهم في بناء الوطن والالتفاف حول قيادته الرشيدة ونبذ كل ما يمس كبرياء الوطن وكرامة مواطنه العزيز، مسلمين بفضل وعيكم وسعة إدراككم بأحوال الوطن وأحلام أبنائه وإدراك آلام الوطن وشجونه. فالوطن كما تعلمون هو حضننا الدافئ وحصننا المنيع، جعلت منه قيادته الحكيمة وطنا خارج الحدود بإنجازاته الكبيرة. فكانت البحرين بفضل رحابة فكر قيادته يعيش آمال وآلام أمته العربية والإسلامية، والتي خلقت لمواطنيه مكانة مرموقة بين الشعوب. نعم، إنها حالة عاشها أهل البحرين بكل فخر بالوقت الذي عاشها غيرهم تنظيرا ومراودة. الإخوة الكرام، ويسرني أن أستعرض هنا بعضا من الأهداف التي أرجو أن يوفقني الله لتحقيقها من خلال برنامجي الانتخابي للسنوات الأربع التي أتمنى أن أشرف فيها بتمثيل أبناء الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية ومنها زيادة مساحة التطبيق العملي والممارسات المثلى للصلاحيات الرقابية والتشريعية والتي تسهم في خدمة المواطنين بمختلف الشرائح والمكونات، العمل على مشروع قانون لضبط آلية الترشح لعضوية المجلس النيابي والمجالس البلدية بقصد إيجاد كفاءات مؤهلة قادرة على خدمة الوطن والمواطن، العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الأجور والبدلات وخاصة ما يرتبط بفئة محدودية ومتوسطي الدخل سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص، العمل مع أعضاء الهيئة التشريعية لجعل بدل التعطل 1% اختياريا وليس إجباريا، العمل على إيجاد الآليات المناسبة لإعادة توجيه الدعم وتحقيق الاستفادة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، العمل على دعم قطاع المتقاعدين من خلال زيادة المزايا والمعاشات التقاعدية لا سيما مع الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والخدمات، متابعة تنفيذ المشاريع الإسكانية والعمل على جعل أقدمية الطلب هي المعيار الأول والمعتبر في توزيع الوحدات السكنية،
العمل على متابعة الطلبات الإشكالية لأهالي مدينة حمل ولا سيما الطلبات القديمة منها، العمل على خلق فرص متكافئة للاستفادة من البرامج والمشاريع الإسكانية المتعلقة بالسكن الاجتماعي في سبيل تقليل مدة الانتظار والاستفادة من الخدمة في وقت مبكر، العمل على تطبيق التأمين الصحي المجاني للمواطنين بتقديم أفضل الخدمات الصحية وضمان القدر الكافي من الرعاية لجميع المواطنين والمقيمين، العمل على زيادة الميزانية التي تصب في خدمة التعليم والتدريب في المملكة وزيادة الحوافز والمكافآت التي تسهم في تطوير مراكز الدراسات والبحث العلمي، المطالبة بإنشاء مدرسة ثانوية تخدم فئة الذكور في منطقة مدينة حمد والقرى المجاورة لها. لا يخفى عليكم أن مدينة حمد ليس فيها إلا مدرسة ثانوية واحدة فقط، مدرسة ثانوية واحدة. أبناء مدينة حمد اليوم، أبناء مدرسة الميثاق، يذهبون إلى مدينة عيسى وإلى المدارس الجابرية في المنامة وغيرها من المدارس. إذن إحنا في مدينة حمد فقط إذا كان من مشروع ملح فهو المطالبة بإيجاد مدرسة ثانوية بنين مقابل 4 مدارس ثانوية بنات. أيضا تحديث التشريعات والقوانين التي تخدم القطاع الشبابي وتعزز من دورهم في خدمة الوطن والمواطن بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب وتحملهم المسؤولية الوطنية، السعي لإنشاء مركز شبابي خاص بالدائرة العاشرة على غرار المراكز الشبابية في مختلف الدوائر، وأخيرا السعي في إيجاد فرص عمل متكافئة لقطاع الشباب في مختلف التخصصات من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تلزم القطاع العام والخاص بجعل الشباب البحريني هو خيارهم الأول. أيها الأخوة الأعزاء، أرجو أن تسمحوا لي أن أوجه باسمكم رسالة كريمة إلى الناخبين في مملكتنا الحبيبة بشكل عام وفي دائرتي بشكل خاص، نحثهم فيها على ممارسة حقهم الدستوري في الوصول إلى الصناديق ونبذ كل أسباب الفرقة والخلاف والإبقاء على الصورة الجميلة المشرقة لمبادئنا الغالية. ورسالة أخرى لزملاء المرشحين لنؤكد من خلالها على رسم الصورة الأغلى والأجمل للمنافسة الشريفة والتأكيد على سلامة الوطن وأمن المواطن وهي العماد الرئيس لإعلاء جدار الوطن. وفي الختام أضرع إلى الله العلي القدير أن يوفقنا لرضاه وتحقيق مبتغاه وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يحمي البحرين وطنا عربيا خليفيا تحت ظل قائد المسيرة وربان السفينة جلالة الملك حمد بن عيسى أعز الله ملكه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمرشحنا الفاضل، ونتمنى لك التوفيق والسداد لتحمل مسؤولية إخوانك وأبنائك في دائرتك ممثلا لهم في المجلس النيابي. والآن نبقى مع كلمة لفضيلة الشيخ والأستاذ عبد المحسن بن عبد الرحمن النعيم، إمام وخطيب جامع المزروعية الكبير والمصلح الأسري بمحافظة الإحساء، وهو معلم بمدرسة الإمام الغزالي الإعدادية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من خير الأمم ومن علينا ببعثة خير البشر
محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة الكرام الأفاضل، نعم الله عز وجل على العباد كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعمته سبحانه وتعالى علينا نعمة الأمن والأمان الذي نعيشه بحمد الله عز وجل. فأمنا يوم خاف الناس، وشبعنا يوم جاع الناس، وشربنا يوم عطش الناس، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. آمنهم من خوف، أطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف سبحانه وتعالى. ومن نعمته سبحانه وتعالى علينا وفي هذه الدولة المباركة، الدولة التي تحكم بما أمر الله سبحانه وتعالى، تعطي للناس حقوقهم في أن يختاروا من يروه خيرا لتمثيلهم ومتابعة ما يريدون وطلبات ما يرغبون فيه. والمشاركة في مثل هذه الترشيحات هي أمر بها الشرع، فالحاكم أمرنا بأن نضع أيدينا بأيدي بعض وأن نرشح فينا الأكفى. والله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كما أنه واجب اجتماعي بأن نحرص كثيرا أن نختار الأكفى لهذه المهمة التي ليست بالبسيطة، هذه المهمة الكبيرة التي سيسأل عنها كل واحد منا عند اختياره لمن يريد. بل إن من التعاون الذي حث عليه شرعنا أن نسعى في ترشيح الأكفأ والأفضل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن اختيار الأحسن والأكفأ يعود بالنفع على الفرد وعلى المجتمع كله، وما تحصرت كثير من المجتمعات إلا عندما تولى فيها من لا أمانة عنده. لذلك شدد ربنا سبحانه وتعالى بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وإذا كان الله عز وجل قد أمرنا بذلك، فعلينا أن نتقي الله عز وجل في اختيار من نراه خيرا لنا أن يمثلنا. ويمكن أن يسأل كل واحد منا: ما هو المعيار لأن أختار المرشح؟ الله عز وجل في كتابه الكريم ذكر ذلك على لسان ابنة شعيب عليه السلام، عندما قالت عن موسى عليه السلام: إن خير من استأجرت القوي فقط الأمين. فهذان معياران لا بد أن تكون نصب أعين كل واحد منا، لأنه بذلك سيختار ما هو خير. فالأمانة يا إخواني أمر عظيم، بأن يعلم أن الله عز وجل سيسأله عن كل واحد تحت دائرته يستطيع أن ينفعه ولم يقدم له شيئا. والقوة تختلف من موطن إلى موطن آخر، فممكن أن نقول القوة عند الطبيب أن يحسن تشخيص المريض وإعطاه علاج، والقوة عند المعلم
أن يحسن معرفة مادته التي يعطيها وكيف يوصلها للطالب، وهكذا وكذلك المرشح أن يكون عارفا بما يتطلبه من تحت يده، وأن يكون ويقدم ما يستطيع من مهارة ومن قدرة لنفع غيره حتى يكون ممن نفذ هذين الشرطين. إذن القوة، والأمر الآخر الأمانة. ونحمد الله عز وجل أن فتح المجال لنا جميعا، كل واحد منكم يستطيع أن يرشح من يريد، وهذا قد لا يوجد في أماكن أخرى، بل قد إذا وجد مثل هذا قد لا يترك الحبل على الغارب، وإنما تكون فيه تدخلات وغير ذلك. فما قد فتح المجال لكم فعليكم أن تحسنوا الاختيار في ذلك. ومن نعمة الله عز وجل على من سيرشح وسيرشح نفسه أنه سيؤدي نفع الناس عز وجل، سيؤدي نفع الله، سيؤدي نفع الناس ليحصل على الأجر من الله عز وجل. فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ويقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: لأن أكون في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا، مسجد المدينة، شهرا كاملا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يقول الراوي: وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يرقد وكالصائم الذي لا يفطر. ولا شك يا إخوان أن الإنسان الذي يرشح نفسه لا يلام على هذا الترشيح، بل متى ما وجد فيه القوة ووجد في نفسه الأمانة بما يرضي الله عز وجل فعليه أن يرشح نفسه. يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض. هل هذا تزكية لنفسه؟ علم من نفسه أنه أفضل من غيره حسب ما يراه، ولذلك رشح نفسه. وحقيقة مما شرح صدري أن وجدت الألفة والمحبة بين المرشحين. طبعا ما أعرف كثير المرشحين، بل لا أعرف أحد المرشحين حقيقة إلا بعضهم، لكني أجد الصور. فلما دخلت هنا أجد ما شاء الله نفس الصور اللي كنت أراها أجدها موجودة هنا. سبحان الله، التكاتف والتعاون والألفة اللي موجودة قد لا توجد في مكان آخر، بل قد يكون يعني التناحر، ويكون الإشاعات، ويكون الإغراض كل واحد بأخيه. فأسأل الله أن يوفقهم، وإن دل هذا دل على حب الخير للغير، وأن الإنسان في مجال التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها الفضلاء، وإنني في هذه المناسبة لأدعوكم لترشيح أخي وصديقي الفاضل الذي صاحبته سنوات عدة، وكنت معه ذهابا وإيابا، ولم أجد منه إلا كل خير وحب لنفع الناس وأداء النصع ما استطاع لذلك سبيلا، والعمل بقدر ما يستطيع لخدمة غيره. بل اليوم الصباح أستاذ عبد الله يكلمني، يأكد علي الليلة، وإذا به يدعو نفسه ويدعو لزملائه كلهم. فأسأل الله له التوفيق، الأستاذ عبد الله بن أحمد البكري الذي نحن الآن اليوم عنده في هذا المجلس المبارك. أدعوكم جميعا لترشيح مثل هذا، ومن ترونه أيها الفضلاء. وكنت أتمنى أنني أعرف يعني الأخوة جميعا وأعرف بكل واحد منهم، ولكن هذا قدري الذي أعرفه سأتكلم عنه. أسأل الله عز وجل أن يعينكم فيما يصلح هذا البلد المبارك، وأن يديم الأمن والأمان عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم
من ولي أمرا من أمور المسلمين فيسر عليهم فيسر عليه. اللهم وفق جلالة الملك حمد وولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء وجميع المسؤولين في مملكة البحرين الحبيبة لكل خير. اللهم امنعهم عن كل شر ويسر لهم الخير أينما كان. اللهم من أراد مملكة البحرين أو أي بلد مسلم بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اختر لعبادك ما هو خير لهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نشكر لشيخنا الفاضل هذه الكلمة الطيبة، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ونبقى الآن مع بعض ما تحمله لنا دلاء الشعر ومع الأستاذ الشاعر يوسف الخلف، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر قارئ القرآن جزاه الله خير على تلاوة القرآن، تلاوة طيبة، وثم أشكر الأستاذ عبد الله البكري على دعوته لي، وكذلك أشكر الأستاذ والشيخ عبد المحسن النعيم على هذه الكلمة الطيبة، وكذلك أحيي جميع الحضور الحاضرين من أعرف منهم من كذلك لا أعرفهم. كذلك أسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا جميعا وأن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. وطبعا أول شيء أبتدي بقصيدة وطنية أقول فيها: البراق اللي تخيلته وانا توي صغير، البراق اللي تخيلته وانا توي صغير، رفرف الجمحان ملوي حافر قدام وطار، رفرف الجمحان ملوي حافر قدام وطار. البراق اللي تخيلته وانا توي صغير، البراق اللي تخيلته وانا توي صغير، رفرف الجنحان ملوي حافر قدامه وطار، من سراب الحلم اقبل ينشر اجوائي عبير، ليه اقبل كيف يقبل صاح مملكتك عمار، وانت منها افخر افخر ايه ما دامك امير، دام عزك دام وانت من وطن اهله حرار، دمت ودوم الأبوة دمت يا السيف الشطير، منت ممن لحتم الميدان ولا الوقت دار، تطري لخيولك خلاف الصف متراجع كسير، منت ممن لحتم الميدان ولا الوقت دار، تطري لخيولك خلاف الصف متراجع كسير، انت بحريني انت بحريني عروقك دمها يا هيه حار، من بلاد عزها بإسلامها لا شك غير، من بلاد عزها بإسلامها لا شك غير، يا عربية وبزواها وبزواياها من الفضة إطار، حب هذه الأرض ما هو نقش رسام خطير، حبها حب صفة له في وسط قلبي شعار، إيه يا البحرين إيه يا البحرين يا أحلى الجزر، قدرك كبير وشعبك أحلى شعب، ما هاب المعارك والخطار، عن يمينك مو علي يحمي حماك بلا خشير، وعن يسار المملكة شيخ انطوى بيد القفار، الملك ابن الأمير ابن الأمير ابن الأمير، الملك اللي عليه من الذهب تاج الوقار، الملك ابن الأمير ابن الأمير ابن الأمير، الملك اللي عليه من الذهب تاج الوقار، وفي ولي العهد ابو عيسى المشارف تستنير، يا عسى الله يحفظ ملوك العرب في كل دار، حب هذه الأرض فيني حب صادق من سفير، عارف معنى بلاده عالم سلوم الكبار، وانت يلي تدعي حب الوطن طيع الشوير، الوطن حبه بدا كالشمس في وضح النهار، بالصلاة والبر والأخلاق واللبس الستير، بأمرك المعروف بنكارك ليحتاج النكار،
بأمرك المعروف بإنكارك اللي يحتاج النكار، بالصلاة والصوم بالعفة وبرضاك القدير، بالحياة من معصية رب البرايا باقتداء. ويا فتاة إن كان ودك للوطن خير كثير، فاحفظي نفسك ولبسك لا تذبين الخمار. يا مرة حب الوطن ما هو بلبسك للقصير، يا مرة حب الوطن ما هو بلبسك للقصير، ولا هو برقصك باسم عيد الوطن يا بنت عار. قلتها من حب صادق، قلتها من قلب صادق، عاشق بحبه بصير، قلتها يلا عسى الرجال من قولي تغار. ويا وطن حبك ملك قلبي وانا بحبك اسير، جعل من يفداك يا البحرين للفردوس سار، جعل من يفداك يا البحرين للفردوس سار. وهذه قصيدة أخرى أقول فيها: بحرين يا أرض الفخر ربي عطاك، بحرين يا أرض الفخر ربي عطاك، شعب وفي ما زال يفخر في نباك، دار الخليفة ودار أهلي والجدود، وش عاد لو تلهج دواويني بزواك. هذا قصيدي فيه لك حس وشعور، محل القصايد ليلها تبلل ثراك. سلام سلم لي على الشيخ الوقور خليفة بن سلمان، نفديه بفداك وبلغ سلامي للملك رمز الوئام، وبلغ سلامي للملك رمز الوئام، يلي سمعت الصوت بلغه بنداك، وبلغه بني للوطن شخص غيور مرضى عليه ولو رضوا عنه عداك، وبلغ ولي العهد سلمان السلام لا من حضرت بمجلسه ولا لقاك، وإن كنت يلي تشوفني تحب البلاد حب الوطن ما هو بترديد بفاك، ولا هو احتفال وأغنية ولا نشيد، ولا هو بعد رقص وتعري في نحاك، ولا هو بعد صجة وإزعاج وصراخ، ولا هو بتصفيق بأرضك وبسماك. حب الوطن هو في رضا رب العباد، حب الوطن هو في رضا رب العباد، ما هو برضا الشيطان لو هو في رضاك، وحب الوطن هو في أدائك للصلاة بالأمر بالمعروف وأيضا في وفاك، بالصدق والإخلاص لله والسجود، بنكرك المنكر وحبه في دعاك، من فاطك وجودك لكل المسلمين، وبالنصح والأخلاق لأخيك وأخاك، وهو بالستر يا بنت وأيضا بالعفاف، ما دام رب الكون جملك وعطاك. ولبلادي البحرين من قلبي سلام، يا موطني الغالي رعاك الله رعاك، فيك النخيل الراسيات بكل فج، وفيك السدر والإثم وأغصان الأراك، والتين والرمان والوان الزهور، واللوز يثمر يا وطننا في زواك، وفيك التراث اللي جمعوه الأولين، وفيك التراث اللي جمعوه الأولين، وجدورنا قرنين سكناهم حذاك، حتى عذاري من شفاياها كلام، وفيها القصص تحكي وتسرد عن حلاك، وفيك المنامة والمحرق والرفاع، أقدم مدن تروي وتحدث عن بهاك، تروي وتحدث عن بهاك، والدور عسكر جو والحد وعراد، وبديع الزلاق من جملة قراك، وفي عهد سيدنا النبي الهاشمي أحمد صلاة الله عليه أيضا طراك، وعن وفد عبد القيس عن صحب الرسول يوم أقبلوا بإسلامهم جو من رباك، جو يطلبون العلم في الدين الحنيف، حيث المضر عالشرك سكناهم هناك، وشج عبد القيس يملك خصلتين، وقال الرسول إن الله يحبك يا ذاك. أول صفاته أنه إنسان حليم، أول صفاته أنه إنسان حليم، فالحلم من ربي وربي قد حباك، والثانية بطء وتأني في الأمور، عسى جميع الخلق تتبعك بخطاك، وعن وفد عبد القيس هم من رعاك، من شعبك الوافي ومفخرنا نباك، وبحرين يا أرض الفخر ربي عطاك، تمت وتم الفخر منا في غلاك. نشكر شاعرنا على هذه القصيدة التي تثري تراثنا الشعبي الزاخر، وتنمي لدينا قيم الانتماء والولاء لهذا الوطن وقيادته. وفي الختام حضورنا الكرام، لا يسعنا إلا أن نتقدم إليكم بعظيم الشكر والامتنان على تفضلكم بتشريفنا لافتتاح مقر المرشح الانتخابي الأخ عبد الله، فله التوفيق بإذن الله. سألنا المولى عز وجل أن يديم على البحرين الأمن والأمان والاستقرار في ظل قائد الخير والعطاء،
مليكنا حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وندعوكم لتناول وجبة العشاء فلتبقوا. أعزائنا المشاهدين، على هامش افتتاح حفل برنامج المرشح عبد الله البكري نلتقي بالأخ. ممكن تعرفنا بنفسك؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم من أهالي الدائرة أكرم العجي. ما رأيك بالبرنامج الانتخابي للمرشح عبد الله البكري؟ أولا برنامج الأخ الأستاذ الفاضل عبد الله البكري برنامج أنا أعتبره بأنه برنامج شامل، حيث اشتمل على جميع الفئات في المجتمع وكذلك الاحتياجات الذي يحتاجها المواطن في البحرين بشكل عام وكذلك أهالي الدائرة بشكل خاص. وبالغض عن البرنامج الانتخابي فإن الأستاذ عبد الله البكري له ماض عريق في هذه الدائرة، حيث أنه درس أبناءنا وأخواننا من الطلاب، وهو أيضا زميل لنا في المدرسة، وكان أيضا من الذي يعطينا دورات في القيادة والإشراف التربوي. فهذا الأستاذ الفاضل نتمنى أن يكون من الذين يوصلون مجلس النواب، الذي سيوصل صوت الشباب وصوت أهالي الدائرة، حيث أنه شاب طموح وعنده رغبة كما جعل شعاره الانتخابي انتماء عطاء تنمية. هذا الشعار بشكل عام هو فعلا نحسه كما جاء في كلمته الليلة، أنها كانت نابعة من القلب إلى القلب، وهذا باختصار. شكرا لك، الله يعطيكم العافية. وأحب أوجه بس رسالة لبرنامجكم، أو فإنه برنامج مميز وأنا أتابع. حبيت أشكرك أستاذي الفاضل، هذا أن أنت لفت أنظار الفئة من الشباب إلى هذا البرنامج، وأستقطب كثير من الشباب، فأتمنى لك التوفيق والسداد، كما أتمنى لأخونا المرشح عبد الله البكري بالفوز وأن يصل إلى قمة إلى قبة البرلمان بإذن الله تعالى. وأنا لقاء إن شاء الله إذا الله أحيانا وياك في يوم الفوز بإذنه تعالى إن شاء الله. شكرا لك أستاذي. شكرا. وعلى هامش البرنامج الانتخابي التقينا بالأخ، عرفنا بنفسك. سلمان محمد قلبي. ما رأيك بالبرنامج الانتخابي للمرشح عبد الله البكري؟ والله أخوي عبد الله البكري غني عن الترشيح تعريف، يعني صراحة وجارنا ومن أهل منطقتنا، وصراحة واحد من الأخوان الطيبين يعني صراحة، واللي ساهم في مجالات وايد، ومدرس ومدير مدرسة، والله يوفقه يعني صراحة، الله يوفقه. بس فينا صراحة الله يوفقه إن شاء الله. شكرا لك. شكرا شكرا. وكذلك نلتقي بالأخ، عرفنا بنفسك. غالب صالح حسين. والنعم، ما رأيك في البرنامج الانتخابي للمرشح عبد الله البكري؟ والله كان برنامج أكثر من رائع، و تطرق الأمور وايد الصراحة، ولامس هموم المواطنين، والله الصراحة كان أكثر من رائع. شكرا لك، حياكم الله. إن شاء الله التقينا بالأخ الكريم، عرفنا بنفسك. أحمد الملة. أنعم وأكرم. ما رأيك بالبرنامج الانتخابي للمرشح عبد الله البكري؟ والله الحمد لله، يعني مرشحنا عبد الله البكري مرشح الدائرة العاشرة من الشباب الطموح، وهو مدرس ومربي أجيال وفاضل وذو معرفة، وبرنامجه يعني كان من بقية المرشحين، يعني برنامجه طموح رجال، ونتمنى له التوفيق. شكرا لك. عفوا يا. وكذلك نلتقي بالأخ الكريم باسل حسين. ما رأيك بالبرنامج الانتخابي للمرشح عبد الله البكري؟ والله ممتاز جدا ومرتب وفخم جدا، وأتمنى له توفيق وأن الله ييسر له الوصول للمجلس وينفع به العباد والبلاد. شكرا لك. شكرا. عفوا. وكذلك نلتقي بالأخ، عرفنا بنفسك. علي أحمد العبد الله. والنعم، ما رأيك بالبرنامج الانتخابي للمرشح عبد الله البكري؟ المشكلة شهادتي أنا بتكون يعني مجروحة في أخوي أبو نورة، يعني لأن إحنا ربينا في فريج واحد. نعم. هو جاري للأمانة يعني. نعم. فأعرفه من زمان يعني، فأعرف كل تفاصيل يمكن كثير من الحضور هنا يجهل عن الأستاذ عبد الله. ف
أعرف المؤهلات، الكلام، أسلوبه في الطرح، وأيضا حاليا أدرس مع دبلوم القيادة، دبلوم العادي للقيادة التربوية في كلية المعلمين. فأنا يعني أقول الله يوفقه يعني في المعترك الانتخابي، يعني فهو يستحق، وجميع المرشحين أيضا أتمنى لهم التوفيق. لكن أنا أشوف أن الأستاذ عبد الله عنده مؤهلات وأهله أن يكون خير ممثل لهذه الدائرة. شكرا لك. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن تعرفنا باسمك؟ سامي نجم عبد الله العلي. ممكن تعرفنا باسمك؟ سامي نجم عبد الله العلي. شنو رأيك في البرنامج الانتخابي؟ والله هاي مشروع من مشاريع جلالة الملك حمد، يعبر عن رأي الشعب في نائب من أهل المنطقة، ورأي فيه والله يعني ممتاز، ما يعني الحمد لله على كل شيء. أوكي شكرا، تسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن تعرفنا بنفسك؟ محسن البكري، عضو مجلس النواب. شو رأيك في البرنامج الانتخابي تبع المرشح تبعكم؟ طبعا عبد الله شهادتي فيه مجروحة، لأن أنا على لصيق فيه، هو واحد من ضمن حملة الانتخابية ومن اللي أعد برنامج الانتخابي، فمن الصعوبة أن أتكلم عن برنامج أنا عديته. لكن احنا حرصنا على أن نعد برنامج متكامل من خلال خبرتي كعضو مجلس نواب، من خلال خبرته بأهل الدائرة واحتياجاتهم، بدءا من البرنامج الإسكاني، وعرجنا على البرنامج الجانب التربوي كون عبد الله مدير مدرسة، وحاولنا نغطي جميع الاحتياجات اللي تخص المنطقة. فالبرنامج متكامل، والحمد لله اليوم الافتتاح أفرج صدورنا للعدد يمكن فوق 400 شخص، فما كنا متوقعين هذا العدد، يعني كنا في حرج مع العدد الكبير اللي حضروا. لكن إن شاء الله أن العرس الديمقراطي اللي تمر فيه المملكة يعني أتى ثماره، وسواء كان فاز عبد الله وغيره، اللي يفوز راح نوقف معاه ونكون ان شاء الله سند وعون له. اوكي شكرا. شكرا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن تعرفنا باسمك؟ اسمي محمد زيدان الخليف، احد منظمين لش اسمه مقر الافتتاحي لعبد الله البكري، المرشح عبد الله البكري. شنو رايك في البرنامج الانتخابي اللي سمعته؟ طبعا اتمنى لعبد الله البكري ان الفوز، يعني هو الصراحه يعني كفى ووفى، ما يحتاج تحكي، مو بس اسالني، انا اسال الكل. طبعا البكري حتى ما سوى كذي يستاهل، لان الناس هي تبيه وتتمنى له هذا الشيء ان شاء الله. شكرا. العفو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن تعرفنا باسمك؟ عبد الهادي خلاقي، كاتب في جريده اخبار خليج. نعم. شنو رايك في البرنامج الانتخابي؟ الاستاذ عبد الله البكري ما شاء الله طرح قضايا يعني جوهرية تهم المواطن البحريني، قضايا أنا أتوقع الكل يجمع عليها، حاجة لا تقتصر على أهالي الدارة وإنما على أهل البحرين كلهم. الشيء المميز إنه يعني الخبرة التراكمية للأستاذ عبد الله البكري من مدرس إلى مدير مساعد في مجال التربوي. إحنا نحتاج في المجلس النيابي أشخاص يكونوا بعد عندهم تخصص، يعني مثل ما احنا نحتاج حقوقي، نحتاج اقتصادي، هم نحتاج تربوي، لان بالذات التربيه اللي ما في بيت في البحرين ما يحتاج حق او ما له ارتباط في وزاره التربيه والتعليم. لذلك انا اقول وجود خبرات تربويه في المجلس النيابي راح يثري العمليه النيابيه، العمليه التشريعيه راح يسهم في استحداث منظومة، خلينا نقول، أو طرق جديدة في التدريس من خلال سن قوانين، تشريعات، مقترحات، وهذا اللي احنا نطمح إن شاء الله إذا وصل أخونا عبد الله البكري بإذن الله تعالى مع باقي النواب 39 وهو بكل 40 إذا الله وافق إن شاء الله. بإذن الله تعالى بنشهد مجلس ثري، مجلس أقوى من اللي شفناه في الفصل التشريع الرابع، ونتمنى للجميع التوفيق صراحة. يعني اللي لفت نظري في الكلمة اللي ألقاها أخونا عبد الله،
أن المحبة والأخاء بين النواب والمنافسة الشريفة هي أساس تأصيل العملية الديمقراطية التي أسس قواعدها سيد جلالة الملك حفظ الله ورعاه. شكرا أستاذ على الكلمة. يعطيك العافية. عرفنا بنفسك. حمزة إبراهيم. ماذا تعمل يا أخ حمزة؟ حق التنظيم حق أستاذ عبد الله، وإن شاء الله نتمنى له الفوز. وما شاء الله الحضور كان مبهر يعني، وحضور وايد والحمد لله يعني، والتنظيم كان الحمد لله ممتاز والحمد لله، وإن شاء الله نتمنى له الفوز. ما رأيك في البرنامج الانتخابي؟ الحمد لله يعني بصراحة يعني يستاهلون كامل المنتخبين، والله يوفق الجميع. شكرا لك. حياك الله. وكذلك نلتقي بالأخ، عرفنا بنفسك. ناصر أبو عبد الرحمن. ما رأيك بالبرنامج الانتخابي للمرشح عبد الله البكري؟ البرنامج الانتخابي للمرشح عبد الله البكري برنامج متطلع إلى الأمام، إلى المستقبل، إلى الازدهار، إلى رؤية حكيمة، وإلى برنامج ناجح إن شاء الله بقيادة الأخوة اللي الطاقم اللي يعمل معه إن شاء الله. شكرا لك. يا هلا مرحبا. نلتقي بالأخ الكريم، عرفنا بنفسك. سامي جوهر مبارك الدوسري. والنعم. ما رأيك بالبرنامج الانتخابي للمرشح عبد الله البكري؟ والله إن شاء الله أتمنى التوفيق حق الجميع إن شاء الله، نبدأ المرشحين وأتمنى لهم إن شاء الله. ونعجبني إن كان شنو التجمع مع المرشحين كلهم متعاونين متفاهمين مع بعض، وهذا شيء سعادة للبشرة إن شاء الله للجميع. واتمنى لهم بشكل خير. وأستاذنا عبد الله البكري طبعا قنع التعريف، وكلهم حقيقه يعني على راسهم فوق، واتمنى التوفيق حق الكل والجميع ان شاء الله، وهذه لخدمه بلدهم يعني، وان شاء الله ما يقصرون في الامر هذه، واتمنى لهم التوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم. وعلى هامش البرنامج التقينا بالاخ الكريم، عرفنا بنفسك. معك ماجد عبد الله صالح، مدينة حمد. أنعم وأكرم. ما رأيك بالبرنامج الانتخابي للمرشح عبد الله البكري؟ والله برنامج الأستاذ عبد الله برنامج طموح، وفي نفس الوقت واقعي، يلبي حاجة الناس وحاجة المجتمع وحاجة الوطن بشكل عام. شكرا، جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا. حياك. كذلك نلتقي بالأخ، عرفنا بنفسك. سمير ماضي. أهلا وسهلا. ما رأيك بالبرنامج الانتخابي للمرشح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ونحن نعيش في حالة العرس الوطني الذي يتمثل في الانتخابات النيابية الدورة الخامسة، ونحن نعيش هذا العرس. وجدنا أن الأخ والزميل والمرشح أستاذ عبد الله أحمد البكري قدم برنامجا يليق بهذا الحفل الكريم وهذا الحضور الطيب، فقد كان برنامجه الانتخابي شاملا يفي ويغطي جميع الجوانب، منها الجوانب الوطنية على مستوى الوطن بشكل عام، والخدمات التي سيقدمها لأبناء هذه الدائرة الانتخابية التي تحتاج إلى الدعم والمساندة من كثير. وأعتقد أن الأخ عبد الله البكري قادر أن يوصل رسالة هذا الجمهور الطيب ومطالبهم إلى الحكومة، ويكون قادر على متابعتها. له كل الشكر ولكم كل الشكر على هذا التجمع، وبارك الله فيكم. شكرا لك. شكرا لك.